بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبالله نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب العون والتوفيق والنجاح. أيها الحفل الكريم، متابعينا الكرام، تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا من أرضية هذا الميدان، من ميدان الوثبة عاصمة الميادين، بانطلاقات سن الثنايا لأبناء القبائل التي تنطلق على أرضية هذا الميدان وتقدم لنا هذه الشعارات التي أتت من كل حجم وصوت ومن كل فج عميق للمشاركة في هذا الكرنفال الشعبي الجميل. ينطلق شوطنا الخامس الذي حمل منافسات الأبكار المحليات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين ونبدأ إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول وإلى الصدارة الأولى لنتابع من يتقدم على المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة. هناك على المركز الأول وعلى الصدارة تتقدم فيه هناك الشقي أو الشيقة اللي على المركز الأول وعلى الصدارة تأتي بشعار خليفة بن سلطان بن علي المهيري، من يأتي على المركز الأول، بينما المركز الثاني بدأت هنا، بدأت على المركز الثاني زعفرانة تأتي أيضا بشعار المتقدم سهيل بن أو سهيل بن سليم بسهيل بالأسود العامري، من يأتي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هناك على المركز الثالث طيف لمحمد بن حمد بن مبارك المنصوري يأتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع من تقدم، تقدمت هنا الرباط، وصلت هذا الاسم الجميل الرباط أيضا لحمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، يأتي في هذه اللحظات ويقدم لنا الرباط في هذا الانطلاق. بينما المركز الخامس فأرى وجوده، أرى تقدم جلمودة لجابر بن محمد بن سلطان الخيلي، والمركز السادس فتقدمت فيه الخوارة عبد الله بن مظفر بن محمد العامري، من يأتي على المركز السادس، بينما سابع المراكز فأتت وتقدمت فيه هناك طوع لسلطان بن نصيب بن خليفة الخيلي، والمركز التاسع مع انطلاقة أيضا جلد لسالم بن عبيد بن علي بن يزرب العامري، المركز التاسع فأتت فيه وتقدمت في هذه اللحظات الظبي لخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي، بينما المركز العاشر وصل فيه هناك مطرة لأحمد بن جمعة بن مطر الخيلي، من تقدم أيضا على المركز العاشر. هذا هو النداء للمراكز العشرة الأولى المتقدمة في هذا الشوط، ولكن العودة إلى المركز الأول والعودة إلى الصدارة، العودة إلى التغيير الذي طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط في المسار الجميل للانطلاق الكبير في التحدي الرائع والممتاز مع بداية جولتنا الثانية التي قدمت فينا هذه المحليات الأصايل والانطلاق الكبير هناك على الصدارة. إذا زعفرانة غيرت على المركز الأول لسهيل بن سليم بن سهيل الأسود العامري، من يأتي على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني فوصلت فيه وتقدمت الشيقة تأتي أيضا بشعار خليفة بن سلطان بن علي المهيري، من يأتي على المركز الثاني في هذا اللحظات. النقلة التالية إلى المركز الثالث، وصلت الرباط حمد بن محمد بن مفتاح الشامسي، من يأتي هنا على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع رابع المراكز تحركت في طيف، تقدم الطيف على المركز الرابع، هذا الطيف القادم الجميل، وصل الطيف وتقدمت بشعار محمد بن حمد بن مبارك المنصوري، يأتينا مع المركز الرابع خامس المراكز.
تتقدم فيه على المركز الخامس الخوارع، ووصلت بشعار عبد الله بن مظفر بن محمد العامري ياتينا على المركز الخامس، بينما سادس المراكز طوع يا طوع، وصل الطوع هنا لسلطان بن نصيب بن خليفه الخيالي سابع المراكز مع انطلاقه وتحركات الظبي الواصله بشعار خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي ياتي على المركز السابع، بينما المركز الثامن فتقدمت فيه هناك على ثامن المراكز الطائله للدهيمي بن غفان بن سلطان الخيالي، وتاسع المراكز وصل رجل الخطوط النهائيه ليتقدم ايضا مع مطره احمد بن يمعه بن مايد الخيالي من ياتي على المركز التاسع، بينما المركز العاشر محبوبه او وبره تاتينا على المركز العاشر عوض بن سعيد العوض بن سعد العامري. هذا هو النداء الثاني للمراكز العشرة الأولى، ولكن عودتنا إلى الصدارة، عودتنا إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الأداء الجميل، إلى التحدي الرائع والممتاز على صدارة ومقدمة هذا الشوط. بدأت هنا زعفرانة 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 تأتي على المركز الأول، تقتحم هنا هذه الأجواء، أجواء مميزة ورائعة وممتازة هناك على المركز الأول. اندفاع ما شاء الله ما شاء الله، أجواء الكيلو والنص الأخير المتبقية من نهاية هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، زعفرانة 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 بدأت بالاندفاع، بدأت بالانطلاقة، بدأت بالإثارة الكبيرة هناك على المركز الأول، تباعد عن جميع المشاركين وتقدم لنا عرض رائع وممتاز للقاية هناك على المركز الأول. إذا زعفرانة تأتي بشعار سهيل بن سليم بالأسود العامري هناك على المركز الأول والصدارة الأولى. الله يا بن سليم، الله يا بن أسود، هناك على المركز الأول يقتحم أسوار الكيلو المتر الأخير، يقتحم هذه الأجواء الجميلة باندفاع رائع، باندفاع ممتاز للقاية هناك مع المركز الأول والصدارة. ولكن المركز الثاني من وصلنا في هذه اللحظات؟ من تقدم بالرشيد؟ بالرشيد يقدم ما أتى به من جديد، وصل بالرشيد لياتينا مع الظبي خليفة بن سلطان بالرشيد السويدي، ياتي عاشق السلالة الشاهنية، ياتي مع المركز الثاني ويقدم لنا أحد الأسماء الجميلة والأشكال الرائعة، تأتي على المركز الثاني. ثالث المراكز مع انطلاقة طوع سلطان بن نصيب بن خليفة الخيالي، ولكن العودة إلى زعفرانة، العودة إلى زعفرانة، إلى انطلاقة زعفرانة، إلى تحديات زعفرانة على المركز الأول سهيل بن سليم بالأسود العامري، ولكن وصل وهالي قميرة، وصل وهالي قميرة، يقدمون الظبي، يقدمون الظبي، ظبي الفلا رمز العطاء هناك على الصدارة الأولى. إذا خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي خلاص خلاص أتى من حيث لا نعلم، وقدم وأكد أن أهالي قميرة متواجدين في هذا الموسم بكل قوة. تهانينا والناموس إلى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني هناك زعفران سليم بن سليم بن أسود العامري، بينما المركز الثالث وصلت فيه هناك بانطلاقه الخواره عبد الله بن مظفر بن محمد العامري رابع المراكز، وصلت ايضا بانطلاقه طيف لمحمد بن حمد بن بارك المنصوري خامس المراكز، وهناك بانطلاقه طوع لسلطان بن نصيب بن خليفه الخيلي. مشاهدينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، الظبي بطلة لناموس هذا الشوط، تهانينا لخليفه بن سلطان بن رشيد السويدي على هذا الفوز والانتصار 9:33 سبعة اقدام من الثانيه، تهانينا على هذا الفوز والانتصار الجميل. بينما اتت هنا زعفرانه على المركز الثاني وقدم زعفرانه سهيل بن سليم بالاسود العامري، تهانينا على هذا الفوز 9:36
ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية تهانينا والناموس، بينما وصلت على المركز الثالث الخوارة عبد الله بن مظفر بن محمد العامري 9:39 وجزئين من الثانية تهانينا والناموس.